حبيته. بسم الله نحن التنسيقية الوطنية لحماية المجتمع. احنا عندنا أزمة تحليب هنا في عين الملك في مدينة عين الملك. راه كل يوم الناس المعاناة كيما كل يوم يجوا الصباح على الفجر يديروا لاشين على الحليب. احنا هذا مشكل التحليب هذا راه مشكل عويص بزاف وراه مادة أساسية. احنا ماذا بينا يشوفوا فينا. احنا كل يوم دايرين لاشين على الحليب هكذا بزاف. المواطنين راهم يعانوا بزاف على الحليب. ما عملش. ما عليك. غير عندنا مشكل تاع الحليب، فهمت؟ والكاميونات جا ندي، لا ما جاش ما راه ما ندوهاش. ماذا بكم كما يقولوا المسؤولين على البلاد ولا الشعب يكلم علينا على المشكل تاع الحليب. وهم عندهم سكروا عليه. يدخل العالم داخل ما يشوفش. الأزمة اللي شحال عندها هي الأزمة تاع الحليب؟ الأزمة عندها عامين مش عندها أنا عندها عامين. عندها عامين رانا نعانوا من مشكلة الحليب. إيه نورمالمون مدير التجارة تاخذ إجراء. الحليب هذا راهو مادة أساسية ومادة ضرورية ومادة مدعمة من طرف الدولة نورمالمون يكون موفر. إحنا رانا من الرابعة نصلوا في القودرو ونقباتوا ونقابلوا في الحليب. كل يشيل حوالي توع الملح وكل سكروا يزعف زوج تحليل ويسكروا عليه هذا مش كبار ولا يجي نعف زوج تحليل ويسكروا عليه متفقين بالتليفون بالتليفون يعزو تحليل الكامل تاع الوسين كاري اللي فرغ له يسكر ويجي تحليل ويسكر عليه انا شوف الاداره العموميه هاي سهله لا لا ورا مدعم من طرف الدولة نورمالمون ورا ب 2500 2500 احنا 2500 وسكروا عليه ويتهدوا علينا كاين اللي يتهدوا عليه الشرطة ما صعفوا بينا ولا حاجة ما صعفوا بينا